بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ إن شاء الله اليوم محاضرتنا بيونت 14 بعنوان الناون فريز. طبعا أنا من أقول ناون فريز يعني عبارة اسمية، يعني أنا دا أتكلم عن الاسم. طيب طبعا هذا تعريف الناون فريز، نحدده كلش مهم. A noun phrase consists of a noun and all the words and words group that belongs with a noun and cluster around it. يقول هو العبارة الاسمية هي عبارة عن أي كلمة اسم وما يأتي حول الاسم، وما يأتي حول الاسم يعني أي شيء اسم ويجي حوله هذا يعتبر noun phrase. نكتب ملاحظة noun phrase، نكتب بالإنجليزي noun phrase. وهي عبارة عن كلمة وما يدور حول الكلمة. طيب أنا لو قلت the yellow tulips ومن أقول زهرة التوليب الصفراء، ومن أقول the yellow tulips in the garden، أو من أقول زهرة التوليب الصفراء في الحديقة، ذني كلهن نحكي عن التوليبس. طيب طيب زين، نكتب ملاحظة نكتب الهيد، هاي كلمة هيد، وهو الاسم الرئيسي، وهو الاسم الرئيسي الهيد، وهو الاسم الرئيسي في العبارة. يعني أنا من أقول the yellow tulips يعني معناها شنو؟ يعني معناها زهرة التوليب الصفراء. طيب يعني شنو؟ يعني الهيد اللي عندي هو توليبس، اللي أنا قاعد أحكي عن التوليبس هيك. طيب نجي على تمرين 14-1، نكتب ملاحظة في تمرين 14-1. المطلوب هو في تمرين 14-1 المطلوب هو تحديد الهيد، نحدد الهيد يعني نحدد الكلمة الرئيسية. شلون أطلع الهيد؟ أني أقرأ الكلمة، أقرأ الجملة مالتي أو العبارة مالتي، وأشوف الجملة عن شنو تحكي، أشوف الجملة عن شنو تحكي، الجملة مالتي عن شنو تحكي. طيب نجي أنا أقول the phoenix، طبعا كلمة phoenix معناها الجدار. طيب the phoenix من هي الكلمة هنا الرئيسية مالتي؟ هي الفينس. طيب من أقول the old phoenix الجدار القديم، أنا قاعد أحكي على شنو؟ هسا أنا من أقول the old phoenix قاعد أحكي عن الأولد ولا قاعد أحكي عن الفينس؟ لا أنا قاعد أحكي عن الفينس، لذلك الفينس الجدار هي الهيد. طيب من أقول that new aluminium phoenix الجدار الجديد المصنوع من الألمنيوم، على إيش قاعد أحكي؟ عن الألمنيوم؟ لا قاعد أحكي عن الجدار. أو من أقول الجدار الذي بين المنازل between houses then the phoenix، إذن هذا التمرين هو كله يحكي لي يريد الهيد مالتي،
يريد الهيد اللي موجود بالجملة. وين موجود عندي هيد؟ وين موجود عندي هيد يريده؟ هذا كل ما موجود بالنسبة لتمرين 14 واحد. تمرين سهل بس يجي بالامتحان. يعني عادي الأستاذ يجيب جملة ويقول لك طلع لي الهيد من عندها عادي، يعني جاية ويعني شاء يعني عادي يعني محتمل جدا يجي. طيب ننتقل على تمرين 14-2. 14-2 تمرين سهل وبسيط. بهذا التمرين عندنا كلمات مخربطة يريدنا نرتبها، ولا ما نرتبها يريدنا نطلع الهيد مال الكلمة مال الجملة مال العبارة. Make each list of words into noun phrase and underline the head word. يريد نحدد الهيد. Table small study. طبعا هنا راح اقول the small study table، يعني الطاولة الصغيرة المخصصة للدراسة. طبعا انا قاعد احكي عن ايش؟ قاعد احكي عن التيبل. تمرين هذا مو كلش مهم، يعني مو كلش ركز عليه. يعني انتم جامعة مرحلة ثانية راح يصيرون مدرسين ويجيب لكم رتب جملة. رتب جملة هاي اول متوسط هاي. طيب طيب هنا عندنا ملاحظة يقول most sentence positions that occupied by noun can also be occupied by noun phrase. يعني شنو معناها؟ يقول معناها الكلمة الجملة مالتي اللي بادية، الجملة مالتي اللي بادية باسم واحد، هذا الاسم الواحد أقدر أحوله إلى noun phrase، إلى عبارة اسمية. يعني أقدر أسويه طويل، يعني أقدر أضيف له بعد معلومات، أقدر أضيف له بعد حشو وأسويه عبارة اسمية مطولة. يعني أنا من أقول the boy often build dams in the spring. طيب boys هذا هي الاسم واحد بس، مو عبارة اسمية مكونة من خمس كلمات، لا بس اسم واحد. أريد أحوله إلى مجموعة، يعني أسوي noun phrase. راح أقول small boys who are not in the school. آها الأطفال الصغار اللي هم ما يدرسون، هم دائما يصنعون يعني يبنون بيوت صغار في فصل الربيع. إذا إيش سويت أني؟ أنا ضفت من عندي حكي، قلت طيب إلا أضيف هذا الحكي؟ لا ما مجبور أني أضيف، أنا أضيف هذا الحكي عادي، أضيف من عندي يعني مو مشكلة. المهم أني أحول الكلمة الواحدة إلى عبارة اسمية. الكلمة الواحدة الاسم الواحد، يعني أنا مثلا أقول هسه بالعربي الولد يحب المدرسة، بس إيش قلت؟ الولد الوليد هذا الوليد يحب المدرسة. طيب وطلب من عندي قال لا يا أريدك تحول ليها إلى عبارة مطولة. أنا شرح أقول الوليد اللي البارحة شفناه بالحديقة يحب المدرسة، بس أو أقول الوليد اللي يحب البارحة شفناه بالمكتبة يحب المدرسة. ضفت أنا حشي من عندي بس لا أكثر ولا أقل. ليش؟ على مود أحولها من كلمة واحدة إلى عبارة اسمية مطولة. Boys often build dams in the spring. Small boys who are not in the school often. إذا الطلاب اللي هم مو بالمدرسة دائما هم يبنون ألعاب أو منازل صغيرة في الشهر في فصل الربيع. طيب زين ناخذ تمرين
هذا التمرين منطيني كلمة واحدة ويريدني أحولها إلى جملة متكاملة. يعني قال لي the lock was broken، يعني القفل كان مكسور. أنا ضفت له قلت the rusty lock on the front door was broken. قلت يابا القفل اللي موجود بالباب مالتنا ترى انكسر. يعني ضفت حكي أنا من عندي، وهذا المعلومات أنت ما مطالب تحفظها حفظ، لا يعني من عندك. فيعني عادي أني أضيف حكي حسب ما أني يعني أعرف، حسب ما أني سهل علي يعني. وهذا التمرين يعني أنا ما أنصح به كلش مهم، ما طالما فهمتوا حفظوا لعلي مثال كلش كافي. يعني الموضوع بسيط، يعني مثلا camping is not always fun، يعني التخييم يعني تروح تخيم أو تروح يعني للجبال تخيم أو للغابات، يقول ليس دائما ممتع. طيب أنا أريد أضيف معلومات حتى أسويها، يعني حتى أضيف حكي عليها أسويها noun phrase. ممكن أقول camping التخييم in the night في الليل in مثلا على سبيل المثال in the forest is not always fun. يعني قلت التخييم اللي بالليل وبالغابة مو كلش دائما. أنا ضفت من عندي إنه هو بالليل وإنه هو بالغابة، حورت الحكي، صارت عندي من كلمة واحدة صارت عندي مجموعة، يقول I gave a cat a dish of milk، يعني أنا انطيت القطة صحن من الحليب، يعني هي تشون علبة ما الحليب. طيب أنا اريد أقول I gave the small Japanese cat. أني انطيت القطة اليابانية الصغيرة، حضفت أني قطة، حضفت من عندي حكي حولتها من كلمة واحدة سويتها مجموعة كلمات. ليش؟ على مود أسويها noun phrase مو verb phrase، مو noun واحدة. هذا هو المقصود. طيب ننتقل الآن إلى الـ verb phrase. تعريفها verb phrase consists of the verb and all the words that group belong with the verb and cluster around it. تقريبا هو نفس التعريف مال noun phrase بس هو verb. هذا العبارة الفعلية هو أي فعل، نكتب ملاحظة، العبارة الفعلية هو عبارة عن أي فعل وما يأتي حول الفعل، وما يجيك حول الفعل دائرة ما دائرة. إذن هو ما الفعل وما يأتيك حول الفعل، يعني شك شيء يجيك يتكلم عن الفعل. طيب نكتب أيضا ملاحظة أخرى، لدينا أيضا هيد، أيضا عندي هاي الهيد. طبعا الهيد هنا نكتب عليها ملاحظة، وهو الفعل الرئيسي أو هو الفعل الرئيسي في الجملة. طيب أنا أقول نجي على الأمثلة، نأخذ الأمثلة. soon arrived يعني وصل قريبا. طيب الآن soon arrived، الآن ال main verb الهيد مالت مالت العبارة هو arrive، وهذه soon arrived كليتها هي هي verb phrase يعني عبارة فعلية. يقول soon arrived at the station، وصل قريبا إلى المحطة. طيب كل هذه هي عبارة فعلية، بس وين الهيد؟ الهيد مالتي هو arrived اللي هو وصله. arrived just as the plane came in، وصل عندما هبطت الطائرة. was waiting كان ينتظر، هذا هو noun، يعني noun phrase كلها noun phrase
ولكن الفعل الرئيسي اللي بالجملة مالتي أسميه الهيد، أسميه الهيد. طبعا عندي تمرين 14-1، 14-1 هذا تمرين 14-1، تمرين بسيط وحلو، يريد من عندنا نحدد الفعل الرئيسي في الكلمة، أو يريد الهيد. شنو هو الهيد؟ الهيد هو الفعل الرئيسي. طبعا هذا مبين ذاك وينه، stepped 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 اللي هو الفعل، هذا shouted فعل لأنه بإيدي، دائما الفعل بإيدي يعني خصوصا بالماضي. أيضا هنا عندي shouted، هنا عندي watching يشاهد، هنا عندي eating يأكل، هنا عندي driving، وهنا عندي spoke. هذا هو الهيد مالت الجملة، الهيد الهيد للverb phrase. إذا هسه أنا ما أنسى، صار عندي noun phrase وverb phrase، يعني عبارة اسمية وعبارة فعلية، وايضا عندي هيد للاسم وعندي هيد للفعل. هيد للفعل يجيني السؤال بالامتحان يقول لي حدد underline the noun phrase، حدد العباره الاسميه وحدد الهيد مثلا، او يقول لي حدد الفعل او حدد، فهذه كلها لازم اعرفها، هذه كلها لازم اعرفها. طيب يقول here are، نكتب ملاحظة، here are some the verb phrases contain a complement. Never mind the details now. For you will study them later. يقول أنت لا تهتم، إحنا راح ندرس هذا الأمر بالتفصيل. يقول إنه العبارة الفعلية أيضا نقدر نضيف لها بعض الإضافات. العبارة الفعلية أيضا نقدر نضيف لها بعض الإضافات. هسه أنا عندي built، هذا فعل وحيدة. هذا الفعل بحيده اريد احوله الى عباره فعليه، اريد احوله الى عباره فعليه. طيب يقول built a scooter، يعني بنى دراجه بخاريه، هاي دراجه صغيره هي يسمونها دراجه بخاريه، دراجه صغيرونه هاي شلون مال الاطفال، سكوتر هي هاي يسمونها. طيب هاي الدراجه بناها، طيب هاي الجمله built a scooter، هاي الجمله اللي عندي هي فعل واحد يعني بيها بس verb، اريد احولها الى verb phrase يعني عباره فعليه. مش راح اقول built his son a scooter، يعني بنى لابنه، او عفوا صنع لابنه سكوتر، يعني ايش سوى؟ يعني بنى نفس الوليده دراجنا، اضفت انا اضفت his son، او مثلا اضيف مثلا gloomy، اضيف ظرف gloomy، يعني انا راح اضيف اضافات حتى احول من عبارة اسمية من اسم فعل واحد اسويها الى عبارة فعلية، احولها الى مجموعة هيك. هذا هو المقصود بهذا الموضوع. وايضا هنا طالب من عندي سؤال underline the head، يريد من عندي احدد الهيد، مثل قايل لي sold his last، وين الفعل بين ذاك وين sold، هو الفعل هنا sold هنا appear، نريد من عندنا نحدد الفعل، راح نحدد الفعل اللي هو الهيد، نحدد الهيد مالت الجملة. موضوع هذا بسيط وسهل إن شاء الله. طيب هذا تمرين بسيط وحلو، يقول حدد لي noun phrase والverb phrase، والموضوع هذا كله سخيف وسهل. نحدد العبارة الاسمية والعبارة الفعلية. طيب العبارة الاسمية هي التي تحتوي على اسم، والعبارة الفعلية هي التي تحتوي على فعل. من أقول the red pony، بين هاي ذاك وين، هذا اسم red pony pony، هو هذا هي العبارة الفعلية. شلون عرفتها عبارة فعلية؟ لأن بها فعل. من أقول many students attended the Christmas، هواي من الطلاب حضروا الكريسماس، إذن الكريسماس هذا عندي هنا عبارة اسمية. أما هاي many attend حضروا، هاي عبارة فعلية. دائما الفعل هو عبارة فعلية والاسم هو العبارة الاسمية. هذا تمرين بسيط إن شاء الله وسهل. طيب يقول هنا ملاحظة in the sentences like this head of word noun phrase is the subject of the verb. You will hear more about this shortly. The entire phrase may be called the modified or a complete subject. The verb phrase is called the predicate. طيب نكتب ملاحظة. قد يكون الفاعل
عبارة اسمية. قد يكون الفاعل عبارة اسمية، وفي هذه الحالة يكون الفاعل طويل جدا. وفي هذه الحالة يكون الفاعل طويل جدا. بهاي الحالة الفاعل راح يكون جدا طويل. الآن نتكلم عن subject and verb. اليوم طبعا موضوع subject والverb من المواضيع اللي نوعا ما مهمة، يعني اكو اشياء يعني صراحة حشو مو مهم، بس يعني اريد اركز على شغلة واحدة انا ذكرتها ملاحظة بالبداية ورجعنا بهنا اذكرها. مرات الفاعل يكون عبارة عن جملة كاملة. هسه انا من اقول that all time with yellow checked shirt، هذا كل الفاعل. شوف الفعل المساعد وين is. من اريد اسويها سؤال هاي الجملة، من اريد اسويها سؤال اقدم ال is الى بداية الجملة فصارت سؤال. من اريد اسويها انا في اخلي not ورا ال is. فكل هذه، كل هذه اللي قاعد نشوفها احنا، هذه كلها يلا فاعل. فذكرت انا ملاحظة بداية الشابتر انه يابا ترى الفاعل ممكن يصير عبارة عن مجموعة كلمات وليس كلمة واحد. هسه مثلا لو جاب نجوله مثل هاي الجمله وقال لي اريدك تسوي لي هنا في اخلي ورا الواز هنا نط، لا قال اريد سؤال اخلي واز بالبدايه بس. شوف يعني طول الجمله ايش طولها وايش قدها، الفاعل مالتها بالاخير، الفعل مالتها في الاخير. طيب هنا عندنا سبجكت اند فيرب. شنو يعني سبجكت اند فيرب؟ يعني معناها العلاقه ما بين الفاعل والفعل. يعني معناها اذا كان لازم اراعي الفرق ما بين الفاعل والفعل، يعني قصدي العلاقه ما بين الفاعل والفعل. هسه مثلا the teacher هاي مفرد فخلينا الاز هنا، لو كانت teachers كان قلنا ار، فيعني يقصد العلاقة ما بين الفاعل والفعل. فمثلا قال لي cat cat per per، هنا شو يقول؟ يقول غير لي الفاعل، يعني الفاعل حط لي اياه مفرد. انا من اقول الكات جمع المفرد هنا لازم ايضا يعني اغير الفعل مالتي. احنا نعرف انه بالمضارع البسيط دائما نضيف اس الشخص الثالث اذا كان الفاعل مفرد. طيب الان هي الكات هنا جمع، احنا ما ضايفين اس، هو شو يقول؟ يقول سوي لها مفرد. من اسوي كات مفرد لازم اضيف اس الشخص الثالث، وهنا ايضا اضيف اس الشخص الثالث، كل هذين راح اضيف لهم اس. طيب ليش؟ لان الفاعل راح يصير مفرد. هي درينكس، هو يشرب، ضيف اس الشخص الثالث. ليش ضيف اس الشخص الثالث؟ لان الفاعل مفرد. من هو الفاعل؟ الكات قطه، لان احنا لازم نحول للمفرد، لان هو قايل لي تشينج ذا بلورال تو سنجلر، هو قايل لي المفرد سوي لي الجمع سوي لي مفرد. فانا من اسوي مفرد لازم اغير الكات تصير كات، يعني كات تصير كات وحده هيك. هذا التمرين بالعكس، هسه هنا المفرد وضايفين اس الشخص الثالث، جمله مفرد ضايفين اس الشخص الثالث. انا عندي هنا الكات وحده مفرد ضايفين اس الشخص الثالث. اذا سويتها جمع راح تصير cats prol، ما ضيف اس. ليش ما ضفت اس؟ لان الفاعل راح يصير جمع، لان الفاعل راح يصير جمع. هذا هو كل ما مقصود بهذا الموضوع. مواضيع بسيطه صراحه جدا، ابدا ابدا مو صعبه. حتى هذا الموضوع هذا write the subject and the verb، يقول لنا حدد لي الفاعل والفعل، بين ذاك وين الفعل ذا ميك فعل، يعني اكيد احنا نعرف الفعل بس نريد نحدد الفعل. هذا موضوع سهل كلش، يعني ابدا مو صعب. طيب واللي يجينا قبله هو الفاعل. اي الفاعل هو شنو الفاعل؟ واحد نكتب ملاحظه يمنا، اي كلمه تاتي قبل الفعل. شك شيء يجيك قبل الفعل هو الفاعل، شك شيء يجيك قبل الفعل هو الفاعل. مثلا انا عندي هنا the visitors has gone، الهاز هنا فعل والفيزيتر الفاعل. the visitors have، شوف سويناها جمع، ليش؟ لان الفاعل جمع هذا the visitors، هذا الفاعل وهذا الفعل. هذا الجمله يريد ان نحولها، نحول الفاعل الى جمع. انا عندي patient مفرد سويها patients is يصير r. عندي janitor يصير janitors have. انا عندي مثلا هنا اسويها جمع اسويها do، هنا عندي has يصير have، هنا was يصير where، يعني بس مجرد لازم احولها الى جمع، لازم احولها الى جمع. طيب نكتب ملاحظة مهمة في الأفعال الناقصة. في الأفعال الناقصة دائما من يكون عندي فعل ناقص، هذا الفعل الناقص يا أخوان ما راح نخليه لأي شيء، يعني ما راح نضيف.
إذا لاحظ هنا عندنا الفعل الناقص يكون يعني دائما ورا الفعل الناقص يجيني فعل مجرد. فأنا هسه مثلا لو أقول he will go يعني ما أقدر أقول he will goes، يعني ما أقدر أضيف أس الشخص الثالث. ليش؟ لأن الفعل الناقص هو يعني يجي وراء دائما فعل مجرد. الفعل الناقص دائما يجي وراء فعل مجرد. زي من الفعل الناقص هذا، وين الفعل الناقص؟ هذا هو الفعل الناقص، هذا اللي بالأصفر، لأن كلية أفعال ناقص. إذا لاحظ هسه أنا من أقول he will go they will go، يعني ما راح أغير أي شيء. ليش؟ لأن الفعل الناقص ما يسمح بأي إضافة تنحط. شوف هسه هذا مثلا، يعني موضوع إن شاء الله سهل، يعني مو صعب أبدا يعني. هاي واحد. نكتب ملاحظة ثانية، كذلك الفعل الماضي، كذلك أن الفعل الماضي لا يتأثر بالفاعل. إذن لا الفعل الناقص ولا الفعل الماضي يتأثر بالفاعل. يعني أنا هسه مثلا أقول I sang, we sang, she sang. إذن الفعل الماضي ما له علاقة بالفاعل، سواء غيرناه أو ما غيرناه نفس الشيء. هسه أنا من أقول the cat slept، القطة نامت تحت الطاولة. The cat slept under the table. حلو، هاي الجملة مالتي. أريد هاي الجملة حولها جمع، راح أقول the cats نامت القطط. نفس الشيء، ما تغير أي شيء. إذن الفاعل لا يغير شيء في الماضي وفي الأفعال الناقصة. لا الأفعال الناقصة ولا الماضي لا يتأثر الفعل الناقص ولا الماضي. يعني الفعل الناقص والفعل الماضي الفاعل ما له دور بي. طيب هنا نشوفوا هاي الجملة، بلا نشوفها. أنا من أقول the men الرجال في الغرفة do not play، لا يلعبون. حلو. وأقول the man الرجل في الغرفة does not play. هنا نكتب ملاحظة، نكتب ملاحظة في سؤال الامتحان، نكتب ملاحظة في سؤال الامتحان لا نعتمد على ما قبل الاختيار. ما نعتمد على الشيء اللي جاي قبل الاختيار. طيب على ايش نعتمد؟ بل نعتمد على الفاعل، فاعل الجملة. انا اقول الرجال في الغرفة، في غرفة 217. انا قاعد انا هسه طالب، ايش راح يسوي؟ راح يقول ها والله طالما عندي 217 هاي معناها جمع، فانا راح اقول don't. لا غلط، احنا نعتمد على الفاعل the man الرجل. الرجل هذا هو المهم، هذا هو المهم، زمان الرجل في الغرفة. إذا أنا أمشي علما على الرجل مفرد فراح أقول does not. فنركز على one of my brothers، واحد من إخواني. أنا قاعد أحكي عن واحد one، بس واحد يقول brothers إخوان، لا ركز دير بالك. كذلك عندك two of my brothers play، مو plays، two اثنين. طبعا هيش مادة دائما تجي بالامتحان غالبا تجي اختيارات، يعني غالبا مثلا say one of two أو one of my brothers play لو plays. ركز، طالما عندي وين أقول plays. ليش؟ لأن الفاعل المفرد فنضيف أس الشخص الثالث، هاي الأس اسمها أس الشخص الثالث. Two of my brothers اثنين، فراح أقول play، ما أقول plays. ركز، لأن الفاعل جمع ما نضيف أس، خلي الفعل مجرد. التمرين هذا مو مهم أبدا ولا ندرسه إطلاقا، مو مهم هذا التمرين. هذا طبعا كل ما موجود بالنسبة ليونيت 14. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.